بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة تاكرو فيكسر. السلام عليكم. اليوم قد أتيت بأداة، هذه الأداة روم تو بوكس، أداة مجانية وأداة رائعة جدا، بها العديد من الأوامر التي يمكنك استعمالها من أجل تخطي وعمل فلاش لأجهزة مثل سامسونج وأجهزة شاومي وإلى آخره. إذا الملف ستجدون الرابط التحميل تحت الفيديو. الملف يأتي مضغوط. إذا بعد فك الضغط عن الملف، هذا هو الملف روم تو بوكس. ما عليك سوى فتح الملف والذهاب إلى هنا روم تو بوكس ثم الضغط عليه. نقوم بالضغط على روم تو بوكس وننتظر حتى يتم تحميل الأداة. كما ترون هذه هي الأداة روم تو بوكس بريميوم إديشن باي روم تو بروفيدر دوت كوم. هذه الأداة فهي الآن مجانية، بها الأقسام كما ترون هنا، قسم أندرويد أم تي كا وقسم كوالكوم شاومي فيفو أوبو سامسونج هواوي إلى آخره من الأقسام. كما ترون سوف نقوم بشرح طريقة قسم الأندرويد. القسم الأندرويد به الأ دي بي والفاست أ دي بي إلى آخره من الأقسام كذلك الفرعية. بالنسبة للأ دي بي يمكنك قراءة معلومات الهاتف وعمل روبوت ريكوفري ثم روبوت توبوت الوادر إلى آخره من العمليات كما ترون هنا، والأوامر الخاصة بالأ دي بي. كما يمكنك إنيبل دياج مود، تقوم بعمل إنيبل للدياج مود بالنسبة لأجهزة الكوالكوم هنا. ثم الفاست بوت كذلك، بعد بإدخال الهاتف إلى الفاست بوت يمكنك قراءة البيانات الخاصة بهذا الهاتف وعمل العديد، عمل فاكتوري ريست كما ترون، وعمل إيراز بالنسبة يعني تخطي أو مسح الـ FRP. وبالنسبة لأجهزة الكوالكوم فهنا قسم خاص بها، يعني إيراز الكونفيج بالنسبة لـ FRP الكوالكوم. ثم هنا بلوت سوار ريموف. هنا هذا القسم فهو خاص بمثلا أجهزة أوبو وفيفو وسامسونج، هذه الشركات الموجودة هنا، شاومي وريلمي وريدمي والبوكو. هذه الشركات أو هذه الهواتف إذا كانت بها تطبيقات غير سليمة، فمن هذا الزر يمكنك مسح جميع التطبيقات الضارة بهاتفك. ثم الابليكا انستال هنا إذا كان لديك بعض التطبيقات التي قمت بتحميلها عن طريق الحاسوب، يمكنك أن تقوم بتثبيتها في الهاتف عن طريق هذه الخانة من هنا. ثم هنا يمكنك عمل فلاش بالنسبة لأجهزة كوالكوم كما ترون هنا عن طريق الفاست بوت. ثم ADB هنا يمكنك عمل تشيك للADB. ثم هنا يمكنك عمل باك اب للابليكاسيون، يعني للتطبيقات والداتا. ثم هنا يمكنك عمل ريستور لهذا الباك اب. إذن هذا بالنسبة لأندرويد. نمر إلى الأمتيكا. الأمتيكا فيها جنرال أمتيكا، والتي بها الأدوبي كنترول هنا بالنسبة للأوامر الخاصة بالأدوبي، وهنا هذه الأوامر الخاصة بالفاست بوت. ثم الميديا تيك كنترول، يمكنك عمل باي باس لإف آر بي، ثم باي باس للمي أكونت وباي باس للهواوي آي دي. ما عليك سوى تقوم بعمل سيلكت للأمر الذي تريده ثم الضغط إلى ستار. بالنسبة لهذه المجموعة فهنا يمكنك عمل وتفليش هذه الأجهزة عن طريق الـ UDR مود أو الـ SPRD USB COM، ثم أجهزة الكوالكوم. هنا أجهزة الكوالكوم عن طريق هذه الخانة يمكنك عمل ريد فريموار، يعني قراءة الفريموار، قراءة الفلاش، يعني سحب الفلاش من الهاتف وتخزينه. ما عليك سوى اختيار الهاتف البور ثم
اختيار الذاكرة سواء كانت UMMS say أو بيان UFS، ثم الضغط على ستار يتم سحب الفلاشة وتخزينها في الحاسوب. أما من هذه الخانة فيمكنك أنت عمل فلاش لهواتف، ما عليك سوى سحب أو عفوا تحميل الفلاشة، واختيار دائما قم باختيار نوع الذاكرة الخاصة بالهاتف ثم عمل فلاش. كما يمكنك هنا عمل فلاش عن طريق البارتيسيون، يعني يمكنك عمل فلاش للبوت أو للفي بي ميتا أو الريكوفري، تقوم بعمل فلاش خاص للهاتف. ثم من هذه الخانة الموجودة هنا يمكنك عمل FRPB Pass أو عمل Factory Rest من هنا. ثم هذه الخانة هي كذلك فهي خاصة بالكوالكوم، يمكنك قراءة الفلاش أو عمل Rest للهاتف وعمل تخطي للBypass للFRP. هنا قسم خاص بالشاومي، يمكنك عمل هذه الأوامر على أجهزة شاومي، وهنا بالنسبة لفيفو ثم أوبو وأجهزة سامسونج كما ترون. يمكنك عمل تخطي FRP من هنا بالنسبة للأجهزة التي تحمل أندرويد 5 إلى 12 عن طريق الثغرة نجمة دياز 0 نجمة دياز، ثم هنا تقوم بعمل disabled يعني تخطي حماية النوكس. وهنا بالنسبة لأجهزة الهواوي هي كذلك بها قسم خاص. وأخيرا هنا فريموار، هناك موقع تقوم بالضغط هنا ويرسلك إلى هذا الموقع. هذا الموقع فهو يحتوي على الفلاشات لأجهزة سامسونج والفيفو والعديد من الشركات كما ترون هنا. بالنسبة لي سوف أقوم بالدخول مثلا إلى فينيكس، هناك العديد في الفلاشات الموجودة هنا والتي يمكنك تحميلها وعمل فلاش بها. إذن هذا كل شيء بالنسبة لي اليوم، وإلى شرح آخر إن شاء الله.